مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. ألقى المؤثر ديزل جوكر كلمة في حفل توزيع جوائز صانعي المحتوى، موضحا أن هذه الجوائز ليس لها معنى لأنها مبنية على تصويت الجمهور ولا تعني الموهبة. ديجيتال كرياتورز أورد بازية على لي فوت، دونك ما عندها حتى علاقة مع الموهبة تاع الإنسان ولا على العمل اللي يقدمه الإنسان. يعني هذه سي دي فوت اي سي الناس اللي عندهم كوميونيتي قويه اللي فوتيو عليها ويربحوا. دونك الناس كامل اللي جازوا في لي كاتيجوري الاولين وخسروا ما خسرتوا والو، يعني بالعكس انا راني نشوف فيكم كامل ناجحين وكامل اكو تقدموا حاجه لا سوسيتي، وهذا هو النجاح تاع الصح. اليوم كاين صانع محتوى ما كاشو ماهوش معانا ما جاش، اثر فيا واثر عليا. هاد صانع محتوى هو فكري الله يرحمه. فكرينيو اثر فينا كاع جوبونس. فكرينيو هو تاني في الكاتيجوري هومور، لو كان جاي يديها لكم على كل حال الله يرحمه. دونك قلت لكم اثر فيا اثر عليا، خلاني نتسائل واحد التساؤلات ثاني. اخطر تشوف جان صغير هكذا توفى الله يرحمه، كان في لاكاريير تاعو كان هذاك وين طالع، بان تقول بلي كنت قادر نكون انا ثاني بلاصتو، ونامبورت واحد فيكم كان قادر يكون بلاصت فكري الله يرحمه. دونك شغل تعاود تتسائل تساؤلات بزاف بزاف بارابور للمحتوى اللي راك ديرو، تقول ايا لو كان نروح انا دوكا اوكي خلاص حكايتك، هذه لي جام ومنا ولي ستوري وابوني وهاد العفايس كامل يخلصوا. دونك الانسان ما يخممش غير كوتي تاع دنيا، تما تاع رانا هنا في الدنيا بروفيتي بارطاجي دير كذا تفاعل كاش يطلع، لازم ندير فضيحه، لازم ندير هادي ندير عفايس ماشي بلاح باش يطلع كونتوني نو. ربي قلنا مثقال ذره شرا تاره، هذا مثقال تاع الذره، يعني فما بالونا ستوري اللي يشوفوها ملايين ولا لي فيديو اللي يشوفوهم ملايين. انا ما نكذبش عليكم دوكا تقسمت السوشيال ميديا ولات يا راك مع الخير يا راك مع الشر، كاين افات اجتماعيه بزاف في السوشيال ميديا، كاين فساد كبير في السوشيال ميديا. اي جوبون لي عرض اعلاناتكم على باقه باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.